وسهلا فيكم فيديو جديد، اشتقت لكم كثير. اليوم الفيديو كثير حلو، رح اعطيكم طريقه عمل الخبز التركي. الخبز التركي هو في نوعين هون بتركيا، وقت تروحوا على الفرن بدكم تشتروا. اذا قلتوا لهم بس اذا قلتوا اكمك رح يعطيكم الخبز العادي، بصراحه انا ما بحبه كثير. واذا قلتوا لهم لافاش اكمك، اسمه لافاش اكمك، رح يعطيكم هاي الطريقه الخبز اللي رح اعمل لكم اياه اليوم، كثير طيب ولذيذ. فخلوني ابلش معكم بالمكونات. اول شيء عندي 4 كاسات طحين، العيار هو كاسه مي وكاسه شرب. فعندي هون 4 كاسات طحين، عندي كاسه حليب مي، كاسه مي يعني مقدار كاسه المي حليب دافيه، وعندي نص كاسه مي دافيه. هون عندي نص معلقه كبيره سكر، نص معلقه كبيره ملح، بيكنج باودر ظرف، حبة البركة وسمسم للتزيين يعني. وهون عندي طحين مشان الشغل، مشان مد العجين، والزيت الزيتون معلقتين كبار. اوكي، فهدول هن المقادير، رح اكتب لكم اياهم بصندوق الوصف. خلونا نشوف الفيديو طريقة تحضير. رح اضيف الطحين اللي هن 4 كاسات قلت لكم عليهم، رح اضيف النواشف كلياتهم، السكر، الملح، والبيكنج باودر. هلا بعد ما خلطت النواشف رح اخلطهم على الناشف، بعدين اضيف السوائل. هيك بعد ما خلطوا معي رح اعمل حفره بالنص، اضيف اول شغله الحليب. هي كاسه حليب تكون دافيه يعني على الجو الغرفه، ونص كاسه المي. والزيت. هلا الاهم شيء انه العجينه تكون طريه، والتخمير كثير مهم. هلا رح ابلش اخلط. هلا العجينه عندي لازم تكون هيك بتلزق شوي، كل ما كانت بتلزق كل ما كانت العجينة منيحة يعني الطحين نوعيته منيحة. فهلا رح اتركها تقريبا ساعة لتتخمر، رح اغطيها. اهم شيء انه تغطيها بشكل منيح من كل الجوانب، كل ما سمكتي التغطاية اكثر كل ما بيكون احسن. رح احط انا غطا ثاني. وشو رايك نحطها بالبراد؟ لا بعد اتركها برا يعني. تمام، رح احطها هيك لمدة ساعة. هلا بس جهزت عندي رح اشكلها واعملها. بعد ساعة ما خمرتها بلمسها صارت كتير ناجحة معي، يعني طرية كتير. هي هيك لازم تكون عندي. هلا هون رح اول شغلة ارش طحين. رح اقسمها هلا. بعد ما قسمتها رح اخذ قطعه شكلها. اول شيء هيك بشكل دويله، كثير طريه وكثير سهل الشغل فيها. هي اهم شيء، ما لازم تكون قاسيه ابدا، اذا كانت قاسيه ما بينفش الخبز. حط على الشوربه كمان شويه طحين. ببلش اذا لزقت معي شوي، بس بحط
هلا هي ما رح تطلع معكم شكل قرص، انا رح اعلمكم شلون انه تطلع قرص. يعني ما تاكليها، انت خلص بس شكليها، بس مديها تكون كلياتها متساويه، اطرافها كلها تكون متساويه، وبعدين نشكلها سهله يعني تشكيلها. هلا انا ما بدي اياها تكون كثير رقيقه، رح اسمكها شوي. هيك صارت عندي كلياتها نفس الشيء. انا حتى اعملها شكل حلو رح احط اكبر. بلش اقص الحوارف. هيو شيشعلي تحت هذا الطواير. سيب اشوف. هلا هيك صارت عندي قرص، رح ادهن وشها. لا اهم شيء انه ما تدهنوا بيض وما بيض وما بعرف شو اللون، التراك كثير كثير بيدهنوا بيض. فبيزنخ الاكل. هون رح احط لها شويه حليب مشان احط السمسم وحبه البركه، شيء بسيط كثير. فيك تحطي بشكل عشوائي، فيك تتفنني، انا شوي رح اتفنن. حط شوي على الحوارف لان الخبز اذا ما في حبه البركه ما بيكون طيب. لتكون درجة حرارة الطواية مقبولة. هلا رح اشيلها. هلا هو شوي انخرب الشكل وانا عم بشيلها، عادي يعني تقدري تمديها تضبطيها. حطيتها بالطواية، اهم شيء انه تكون طواية على قد القرص الخبز. اهم شغله انه بطوايه ما بحط شيء ابدا، على حراره الطوايه تكون حرارتها متوسطه وميله على السخونه يعني. فرح اتركها لحتى يبقبق عندي وشها شوي، رح اقلبها. بلشت عندي، رح اقلبها. شايفين شلون هي وش بعرف اعمل خبز؟ معلمه. نحن صار عنا تجربه من ايام حلا وقت كان قطع الخبز. الله لا يعيدها، الله يسعد اهلنا دائما 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 ندعي لهم، الله يعينهم ويساعدهم يا رب. ف ريحته بلشت ريحته تطلع شلون؟ غرام. هلا في ناس بيعملوا الخبز ما بيحطوا له حليب، بس اللباش معروف انه هو بنحط له حليب. هلا على الطرف الثاني رح استناها شوي. هو هذا من النوع اللي ما بينفش بالنص لانه له حليب. هيك بيكون خلص قرص الخبز، خلينا نقلبه. كانوا الطرف الثاني احلى. فريحته بتجنن كثير كثير طيبه. حقسم لكم اياه معي سخن سخن سخن. شايفين؟ هون فتح عندي شوي. ايه وهيك بكون طريقه خبز اللباش، انتم بتعملوه بالحجم اللي بدكم اياه يعني. اوكي؟ وهيك بتكون خلصت طريقة الخبز اللي عملت لكم اياها. لما في داعي رح اكمل انا شغل هون، بكفي عملت لكم قرص واحد بس. عن جد اعملوه، رح تدعوا لي كثير 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 طيب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واكيد حطوا لايك حتى اعرف انه عجبكم الفيديو وتشجعوني انزل لكم فيديوهات اكثر. بشوفكم على خير، بحبكم كثير كثير، باي.